الفريق التونسي 3 مرات في شهر اكتوبر، حيث كانت المباراه الاولى بينهما في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا على استاد سوسه في 29 اكتوبر 2005 وانتهت بالتعادل السلبي. لقاء العوده بتاريخ 12 نوفمبر 2005 فاز الاهلي على النجم بثلاثيه احرزها النجم الكبير محمد ابو تريكه واسامه حسني والنجم محمد بركات ليحصد المارد الاحمر لقب البطوله. المواجهه الثانيه كانت بتاريخ 27 اكتوبر 2007 في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي لقاء العوده 9/2007 الاهلي خسر ب3-1 لكن كانت بفاعل فاعل لو حضراتكم تفتكروها. المواجهه الثالثه كانت في مطلع الشهر الجاري وانتهت بفوز النجم الساحلي ب2-1. النهارده المواجهه الرابعه يا كابتن شريف. خلاص بقى تاريخ الفرقتين تعادل، يعني اعتقد ان هم فرقتين على المستوى، يعني خدنا اللقب منهم مره هم خدوه مننا مره. لا انت تخش تلاقي السي في بتاعنا معاهم كده، احنا متعادلين معاهم في كل شيء. هم بيعرفوا يروحوا للجون، بيعرفوا يثقوا في نفسهم. يعني انا اللي عاجبني في فرقه نجم الساحلي اللعيبه عندها رتم وعندها بتقسم المباراه على مراحل. يعني اول ثلث ساعه بيبقى لهم شكل، الثلث ساعه الثانيه لو بيلعبوا على ارضهم بيبقوا ليهم السطوه وبيقدروا ينقلوا الكوره، ما بيخافوش من المنافس. بيجيبوا لعيبه في كل المراكز تقدر تحقق لهم ان هم لو كانوا متاخرين بهدف او اي حاجه يرجعوا ويعودوا، وخطورتهم لو كان ليهم السبق في التهديف. متعودين ان هم يلعبوا هنا في مصر، متعودين ان هم يلعبوا في تونس، متعودين يلعبوا بره زي النادي الاهلي. خلاص المباراه بالنسبه له بقى النادي الاهلي بره وجوه مصر واحد. في جمهور ومفيش جمهور واحد. حلو. بيحس ان هو مطالب منه نتيجه واحده اللي هي الفوز واسعاد الدنيا واسعاد الجماهير، وده الوضع الطبيعي. النادي زي النادي الاهلي بالامكانيات والاجهزه الفنيه اللي موجوده بتاعته وجماهيره، فده المطالب وده الشيء اللي احنا متعودين منه دايما. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا طبعا، احنا يعني كلنا ما نقدرش نتدخل فيه الا اذا كنت انت زي ما بتقول فعل فاعل او حاجه فوق بالزبط. يعني بعيد عن ايديك او بعيد عن تخيلك او بعيد عن شكل حصل اصابات معينه طرد منك لعيب في الملعب. في سيناريوهات بتحصل كده في الماتشات، وربيع عارف وسام دول مدربين ان ممكن تتحط في مأزق جوه المباراه مش هتكتشف نفسك ازاي. فالحمد لله ان احنا عندنا البديل كابتن ميدو موجود وجاهز من اول متعب لحد رحيل، يعني كلهم الحقيقه على مستوى كويس قوي. كابتن ربيع، انا دايما بسالك السؤال ده، يعني وانت في الاتوبيس تفكيرك بيختلف من مباراه للاخرى او من دور لدور؟ يعني انت ماشي دلوقتي في الاتوبيس راكب الاتوبيس اكيد حضرتك طبعا وحضراتكم مريتوا بالموضوع ده كتير جدا. الكابتن ربيع ياسين نفسه وانت رايح تلعب مباراه قبل نهائي ازاي، وانت رايح تلعب مباراه نهائي ازاي، وانت رايح تلعب مباراه في دور مثلا ال 16 في دور ال 8، تفكيرك بيختلف ساعتها؟ فكرك اللي في الاتوبيس ده بيختلف رايح المباراه ازاي؟ لا بص، هو لعيب النادي الاهلي دايما في حاله تركيز ومطلوب منه دايما الفوز، مفيش تفاهم، دي معروفه. تشترك في دوري تاخده، في افريقيا تاخده، في كاس مصر تاخد، مفيش هزار. اللعيب عارف حدوده كويس قوي وعارف امتى يركز وامتى يركز، واكيد طبعا بتختلف من مباراه لمباراه لمباراه، من بطوله لبطوله لبطوله. انت النهارده بتلعب قبل نهائي افريقيا، افريقيا دي خد بالك فيها مجد، خد بالك فيها بطوله العالم للانديه، فيها حوالي 2 مليون دولار تقريبا او 1.5 مليون دولار مكافاه. الجمهور هيموت على البطوله دي كمان. لا انا بتكلم على ان هي فيها مجد تختلف. بالظبط. بعدين حجم التعب النهارده مش هتكسب وانت هترجع رجل ميدو. فنيات كثيره النهارده مطلوب من اللعيبه، فنيات مطلوب من حسام النهارده، فنيات أكيد. في الملعب أكيد. الجهد قصدي النهارده. فالطبيعي جدا الطبيعي جدا ان انت بتلاقي، وانت كنت مريت، كلنا مرينا بالاتوبيس ومرينا بالظروف ومرينا بالنهايات وكل المواقف الحمد لله. فبتلاقي لعيب النادي عائل. احنا مره كنا مسافرين افريقيا، عندنا ماتش في افريقيا، فكان معانا محمد عباس. فواحنا رايحين المباراه طبعا المفروض ترمي الابره في الاتوبيس تسمعها بالظبط، ضحك صوت عالي. ما بهرجش، انا فاكر الموقف ده ضحك. كل اللي في الاتوبيس بصينا له كده، بص المعنى المعنى. لان شوف انت النادي ده الكيان الكبير ده بتحترمه وتحبه، واذا كنت النهارده بتضرب ارقام كبيره عشان بفضل الله ثم الجوانب العلميه والاداريه والتنظيميه، واخد بالك، والالتزام والروح وفي الروح الفانيه الحمراء، حاجات كتير جدا. فالنهارده اعتقد ان اللعيبه لازم تكون ان شاء الله في قمه التزامها وتركيزها، لان مطلوب ان هيلعب هيتعب، مطلوب هيجري، مطلوب حاجات منه، وظائف. عنده 90 دقيقه هتجد لنا مجد كبير جدا ان شاء الله، وتحقق لنا اللي احنا عاوزينه، ان نوصل بيه مباراه النهارده توصلك لنهائي افريقيا.
برضو لقب غابة دي له فترة كبيرة جدا. فإن شاء الله بإذن الله يكون تركيزهم على أعلى مستوى بإذن الله تعالى باتزان معقول بإذن مشيئة الله. أكيد الكابتن حسام بخبراته الكبيرة حضرهم كويس وحضرهم جيد ويعملنا مباراة رائعة كبيرة إن شاء الله. أكيد أكيد. برضو كابتن أسامة في نفس السياق يعني تفكيرك بيبقى عامل إزاي خصوصا حضرتك خط وسط يعني شرس جدا يعني تفكيرك بيبقى إيه اللعيبة ممكن تكون بتفكر في إيه دلوقتي خصوصا لعيبة خط الوسط؟ يعني هو غالبا كل اللعيبه بيبقى تفكيرها شبه موحد. هو طبعا كل واحد بيبقى ليه تفكير خاص شويه بنفسه او بالمهام اللي موكل بيها، لكن كل واحد في الاوتوبيس بيبقى ليه دماغ، ولكن في برضو شكل جمع شويه. يعني غالبا بتفكر في اذا كان مطلوب منك مثلا انت ظهير مثلا اللي الراجل اللي بيلعب عليك هتتعامل معاه ازاي، ازاي لما تيجي تهاجم هتفكر تطلع ازاي عشان تستغل ثغره معينه. انت بتحب تعرف كابتن اسامه عربي في التشكيله الاساسيه نفس يوم المباراه ولا قبلها بيوم؟ والله ما كانتش بتفرق معايا كتير. يعني هو في مدربين احسن لك. بص هو في هقول لك في مدربين عودونا انه يقولوا التشكيل قبلها بيوم وحتى بيبقى باين من قبلها بكذا يوم في التدريبات. وفي مدربين كانوا يعملوا بعض المفاجآت ويقول لك المحاضره قبل ما تروح على طول الملعب. وانا يعني احنا نفسنا كمدربين دلوقتي برضو مختلفين. انا بالنسبه لي بيبقى غالبا في ايه الاحسن لك كلاعب وايه الاحسن انا بقول لك انا غالبا انا كمدرب دلوقتي بقول التشكيل قبليها بيوم. ده النظام اللي انا ماشي بيه. ولكن ما كانتش بتفرق كتير لان الشكل العام بيبقى باين. هو الكلام ده بيبقى ممكن اختلاف واحد ولا حاجه، لكن من كتر الماتشات وتتالي المباريات والتدريبات بيبقى مفهوم 90 95% من الشكل مين اللي هيلعب. فالافضل بيبقى قبلها بيوم، دي وجهه نظري. لكن حتى لو قبلها بكام ساعه احنا ما كانش عندنا مشكله. هي كل اللي بيبقى بتفكر فيه دلوقتي ازاي، اما بتفكر في مهام انت بتقوم بيها، بتراجع نفسك في شكل الجمهور. في ناس بتعرف تهيئ نفسها، طب النهارده يبقى في 50,000 ازاي نتماسك في وسط الناس دي لو مثلا جاي فيها جون، طب ازاي انا جبت جون بدري، ازاي هعمل ايه. كل ما بيدور حوالين المباراه بيبقى في ذهنك وانت رايح الملعب ومن قبلها كمان بيوم. ولكن زي ما قلت لك احنا مختلفين في 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 بعض الاشياء. يعني هو كابتن ربيع بيقول لك دلوقتي مثلا محمد عباس ضحك مثلا في الاوتوبيس، في ناس كانت كده، في ناس كانت بتبقى يعني بتحب تبقى ريلاكس شويه وتضحك، في ناس بتبقى لو ما شدتش نفسها يروح يلعب ماتش وحش. فاحنا برضو مختلفين بعض الشيء، ولكن الشيء الحاجه اللي بتجمعنا